السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أنا تكلمت في فيديوهات كثيرة جدا قديما، حتى في بداية القناة منذ 2 أو 3 سنوات، عن الثعابين وألوانها إلى آخره. لكن النهاردة في بعض الرؤى لم أذكرها من قبل، في رؤية الثعبان أو الحية. ركزوا معايا في هذه الرؤى. رؤية خروج الحية من ذكر الرجل تدل على الإنجاب، لو أنه كان عقيما ويبحث عن إنجاب، فخروج الحية من ذكره تدل له على الإنجاب إن شاء الله، إنه هيكون عنده أولاد. رؤية الرجل لقتل الحية على الفراش ومع شديد الأسف مرض شديد لزوجته قد يؤدي إلى الوفاة. رؤية الحية للمرأة الحامل المولود ذكر. رؤية الحية حول الرقبة للشاب الأعزب زواج. ركزوا معايا لأن الرؤية دي مهمة جدا وبتتفهم على غير معناها. يعني الشاب النهاردة لما يشوف حية ملفوفة حول رقبته، تخيلوا لما يقوم من المنام هيفكر في إيه؟ هيفكر في أي شيء غير أن الرؤية تدل له على الزواج. رؤية البنت العزباء للحية الصفراء زواج من رجل صاحب غيرة شديدة. رؤية التحدث مع الحية تدل على شر. كونك انك تشوف الحية وانت قاعد بتتكلم معاها، هذه الرؤية تدل على المكروه ومع شديد الأسف. رؤية ثعابين كثيرة في المنام غالبا ما تدل بنسبة كبيرة على كثرة أعدائك. رؤية شخص يتحول إلى حية، للأسف ما حدش اختلف فيها من المفسرين، هذه الرؤية تدل على الكفر والعياذ بالله. أكل الحية تدل على أكل مال عدوك، إنك هتأخذ مال من عدوك. لدغة الحية تدل على الشر، وهذا الشر حجمه على حجم العضة أو على قدر الألم، لكان الألم شديدا فالشر سيكون كبيرا والعكس صحيح. تكرار حلم الثعبان الأسود، هذه الرؤية تدل على السحر ومع شديد الأسف. ملاحقة الثعبان لي أو الحية في المنام وهو يجري خلفي وأنا أحاول الهرب منه، عدو يدبر لك شرا، وهذه الرؤية ترسى في النهاية على حسب أنت سيادتك قدرت أنك تهرب منه ولا لا. لو نال منك الثعبان في المنام سينال منك عدوك في الحقيقة، ولو استطعت الهرب فاطمئن لن يحدث لك شيء. انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.